في استمرار لمساعي الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل تقييد أي إمكانية لرفعها العقوبات عن إيران، وجه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وطلب النواب الجمهوريون بالحرص على استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف على برنامج إيران النووي وتفتيش المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة الاتفاق التي تمت سابقا بين طهران والوكالة التي حددت بثلاثة أشهر تقريبا. بانتظار انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي الجمعة، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن هناك خلافات عدة بين إيران والولايات المتحدة، معتبرا أن بعض المواقف الأمريكية في العاصمة النمساوية غير مقبولة، كما شدد على أنه لو أصرت الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات المشددة ضد بلاده لكانت المحادثات قد توقفت الآن. كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم أن العدد اليومي للوفيات خلال الساعات 24 الماضية ارتفع ليسجل رقما قياسيا بلغ 3780 وفاة،